مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. اليوم راح نتناول الشابتر السابع الفاينانشال ستيتمنتس، وبالتحديد راح ناخذ السؤال الأول من تمارين هذا الفصل. السؤال هو مثل ما ظهر أمامنا، presented below، المقدمة دنا is the adjusted trial balance، هو ميزان المراجعة بعد التسوية of Baghdad Company، شركة بغداد. البالانسز الأرصدة as of December 31 2014، الأرصدة هي في نهاية سنة 2014. الأماونت كل المبالغ العراقي دينار. الكاش هذا هو النقد، يعتبر أحد مكونات الميزان العمومية موجودة متداولة. account receivable مدينون بالموجود بالميزانية يظهر. البولدينج موجودات ثابتة بالميزانية. النوت بيبل يظهر في الميزانية ضمن المطلوبات. الكابيتال هو أحد مكونات حقوق الملكية. الريتايند ايرنينجز هي أيضا مكونات حقوق ملكية. الديفيدنس ديكلارد هي أحد مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية. السيلز يظهر في كشف الدخل. انترست ريفينيو كشف دخل. كوست اوف جود سولد كشف دخل. سالاريز اكسبنس كشف دخل. ديبريشيشن اكسبنسز يظهر للبولدينج يظهر في كشف الدخل. اكيوميليت ديبريشيشن للبولدينج يظهر في الميزانية العمومية مخصص لدخل متراكم. والانكم تاكس مصروف ضريبة الدخل في كشف الدخل يظهر. المطلوب prepare the following financial statements، إعداد الكشوفات المالية التالية: income statement for the year، والstatement of changes in owner's equity، والbalance sheet. لو نجي على المطلوب الأول اللي هو income statement، حتى عند كشف الدخل لازم أحدد يا هي الحسابات من هذه الحسابات اللي راح تظهر في كشف الدخل، وبالتحديد المصروفات والإيرادات وكلفة البضاعة المباعة وإيراد المبيعات. فأنا أشرتهن باللون الأصفر، السيلز والكوست أوف جود سولد، هذا راح يظهر في كشف الدخل وباعتبارهن إيراد البضاعة، يعني إيراد بيع البضاعة وكلفة البضاعة المباعة. وعندي هنا سالاريز اكسبنسز، هو أحد المصاريف التشغيلية، والديبريشيشن اكسبنس أحد المصاريف التشغيلية أيضا، والإنترست ريفينيو هو أحد الإيرادات الأخرى، وضريبة الدخل. بعد ما نبدي كشف الدخل راح نبدي ناخذ إيراد المبيعات وكلفة البضاعة المباعة. 195 ألف إيراد المبيعات، كلفة بضاعة مباعة 47، فمن إطراحهن راح يطلع 148 ألف دينار اللي هو الجروس بروفيت. راح نبدأ نطرح من عنده المصاريف التشغيلية. طبعا بالسؤال ما محدد يا هي المصاريف التسويقية ويا هي الإدارية، فأنا ما راح أدخل في تصنيفاتها، فراح أبقيها مصاريف تشغيلية وأقول هذه هي المصاريف التشغيلية: salaries expenses، depreciation expenses، أذكرهن ضمن المصاريف التشغيلية بشكل عام. مجموع 35، فنطرح 148 ناقص 35 يطلع 113 ألف دينار، نسميه الـ operating income اللي هو الدخل التشغيلي. النقطة اللي بعدها راح نضيف أي إيرادات أخرى ونطرح أي مصاريف أخرى. إحنا عندنا الـ interest revenue هو إيرادات أخرى يعتبر، فراح نضيف إيرادات أخرى interest revenue، وإذا عندنا مصاريف أخرى نطرحها. إحنا طبعاً بهذا السؤال ما كان عندنا مصاريف أخرى، عندنا فقط interest revenue هو إيرادات أخرى. ف 113 ألف زائد 17 راح يطلع 130 ألف دينار. هذا هو income before income tax. راح نبدأ نطرح هسه مصروف ضريبة الدخل 43 ألف دينار، فالناتج راح يطلع net income صافي الدخل هو 87 ألف دينار. هذا هو المطلوب الأول اللي هو ما يتعلق بالincome statement. المطلوب الثاني كان في السؤال هو إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية. أنا حتى أعد قائمة التغيرات في حقوق الملكية لازم أحدد يا هي مكونات حقوق الملكية في ضمن الأرصدة، فعندي الكابيتال والريتايند إيرنينجز والديفيدنز، وعندي النيت إنكم من صافي الدخل أو من كشف الدخل. فعد ما نبدي
في قائمة التغييرات في حقوق ملكية راح نبدأ نثبت الأرصدة في بداية السنة. عندي الكابيتال 100,000، additional paid-in capital ما عندي، ممكن أنا أمسحها وممكن أبقيها فارغة، والريتايند ايرنينجز 38، فمجموع 138 هذه أرصدة أول مدة. راح نبدأ نضيف صافي الدخل النت انكم اللي ربحناه أو اللي حسبناه في كشف الدخل. 87,000 دينار كان الناتج، ف 38 زائد 87 راح يطلع 125,000 دينار. هذا هو مجموع الأرباح المتاحة للتوزيع. نطرح من عندها مقسوم الأرباح اللي تم توزيعه الديفيدنز. مقسوم الأرباح الذي تم توزيعه نسميه الديفيدنز، اللي كانت 10,000 دينار، نسميها ديكلارد ديفيدنز، أرباح معلن عنها. فراح يطلع هسه نبدي نصف نجمعهم. هنا عندي 100,000 تنزل نفسها، عندي هنا 125 ناقص 10 وزعنا تبقى 115، 100 و115 215. مطلوب الآخر هو إعداد البالانس شيت. البالانس شيت في نهاية السنة راح أبدي أشير على الفقرات اللي تظهر في قائمة الميزانية العمومية. الموجودات أنا راح أشيرها باللون الأصفر، الكاش هو يعتبر موجودات، والأكاونت ريسيفابل موجودات، والبولدينج موجودات، والأكوميليت ديبريشيشن هو حساب يتخفض من حساب البولدينج في جانب الميزان الموجودات. ما يتعلق بالمطلوبات عندي نوت بيبل هي تعتبر مطلوبات، وعندي حقوق ملكية أيضا راح تظهر في جانب المطلوبات وحقوق الملكية. طبعا هنا ما أشرت على 38 باعتبار أنه ريتاند إيرنينجز، هي ما راح تبقى 38 ولا ما تغيرت قيمتها حسب ما شفناه بالمطلوب رقم 2. بعد ما نبدأ بالميزة العمومية راح نبدأ بالموجات المتداولة اللي هي 140 و35، هذه نخليها في جانب الموجودات. مجموعهن 175,000 دينار اللي هي Total Current Assets. راح نبدأ بالمطلوبات الثابتة اللي عندنا احنا فقط البولدينج. نطرح من عندها الاكوميليتد ديبريشيشن 210 ناقص 20 يطلع 190، وبالتالي الآن بإمكاننا أن نجمع الموجات المتداولة مع الموجودات الثابتة الصافية، وبالتالي راح يطلع الناتج 365 مجموع الموجودات. النقطة اللي بعدها راح نبدي بالمطلوبات قصيرة الأجل، عندنا فقط نوت بيابل، فمجموع المطلوبات قصيرة الأجل هي 150، هي نفسها أوراق الدفع النوت بيابل، ما عندنا غيرها. نبدي بمكونات حقوق الملكية، نكتبها بهذا المكان. الأونرز إكويتي الكابيتال كومون ستوك 100,000 دينار، additional paid-in capital ما عندي ما خليتها الفقرة. retained earnings تعدلت قيمتها صارت 115 في نهاية الفترة، هذا الرقم جبناه من كشف التغيرات في الحقوق الملكية. ورأس المال قلنا الثابت ما راح يتغير، ف 100,000 زائد 115 215، هذه هي نفس الأرقام اللي مذكورة في قائمة التغيرات في الحقوق الملكية. فعندي مجموع المطلوبات قصيرة الأجل 150 وحقوق الملكية 215، نجمعهم وراح يكون الناتج 365,000 دينار متساوي في الجانبين، فمجموع الموجودات يساوي مجموع المطلوبات وحقوق الملكية. شكرا لكم، ونلتقيكم في السؤال التالي إن شاء الله. تحياتي.